أثارت زيارة وزير الدفاع التركي خالوص أكار إلى ليبيا مؤخرا استنفارا كبيرا لدى عدة أوساط ليبية، مستنكرة عدم التنسيق مع الجانب الليبي وإتمام الزيارة على نحو يوحي بأن ليبيا مستعمرة تركية ضمن الإمبراطورية العثمانية. الذي يريد أن يتكلم عن الشأن الليبي يتكلم معنا ولا يتكلم مع الليبيين. هذه هي الرسالة الواضحة لكل دول الجوار والمجتمع الدولي. ليبيا تحت إشرافنا، تحت استعمارنا. صراحة يا أستاذي، هناك مناطق محرمة على الليبيين في وسط الغرب الليبي. الزيارة جاءت تلبية لمطامع الرئيس التركي رجب أردوغان بعودة الدولة العثمانية، معتبرا ليبيا أرض أجداده وأسلافه من قبل، وأن بلاده تربطها علاقات مع ليبيا تمتد لخمسمائة عام، في محاولة لإفشال المسار السياسي القائم في البلاد. الأساس الديموغرافي الذي يتحدثون عنه والأساس التاريخي الذي يتحدثون عنه هو نفس الأساس الذي دائما يستخدمونه لتبرير وجودهم الدائم. طبعا هذا الأساس غير مقبول وأساس مضحك ويتعارض يعني وكل الاختصاصات المسندة إلى حكومة الوحدة الوطنية التي من أهمها العمل على دعم مسار اللجنة العسكرية 5+5 الذي ينص على ضرورة تجميد العمل بكل الاتفاقيات العسكرية وخراج كافة القوات الأجنبية، كافة القوات وكافة المرتزقة. انتهاك السيادة الليبية من قبل الاحتلال التركي لم يكن مقتصرا على الزيارات المنفردة فقط، فالجسر الجوي الذي تعمل من خلاله أنقرة على نقل المرتزقة والأسلحة يعتبر اختراقا واضحا لكافة الجهود الدولية التي دعت لمغادرة كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا قبل موعد الانتخابات المقررة. بينما تسعى الأطراف الدولية إلى التهدئة، يستمر الاحتلال التركي في استفزازه للليبيين والمجتمع الدولي كافة، مؤشر خطير وضع حكومة الوحدة الوطنية في موقف حرج عقب زيارة أكار إلى قاعدة معتيقة بطرابلس دون إخطار أي ركن من أركان تلك الحكومة، مما وصف لدى المراقبين بالزيارة المهينة. من بنغازي أحمد بن عاشور، اليوم.